اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مكناس وبشوارع العاصمه الاسماعيليه اللي كما كتشاهدوا معنا وعلى المباشر حركه خفيفه وخفيفه بزاف. عيدكم مبارك سعيد مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما جرت به العاده هنا بالعاصمة الإسماعيلية. وكما تابعتم معنا قبل قليل فبعد صلاة العيد اللي كانت بمجموعة من المصليات التي تم وضعها رهن إشارة ساكنة العاصمة الإسماعيلية وتجهيزها، فبعدها تالتها مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي احتفال عامل عمالة مكناس وعدد من الشخصيات بدار النزلاء او بمركز الرعاية الاجتماعية دار المسنين هنا بالعاصمة الإسماعيلية التابعة للخيرية الإسلامية. فها هي الأجواء هنا بمكناس مشاهدينا، فكما جرت العادة كما قلنا فهنا المكنسة كيتوجهوا في هذا الأثناء عند الأحباب وعند الأهل والوالدين، فاللي ساكن بعيد على الوالدين اليوم كيهز الوليدات ديالو كيتجه عند الأسرة ديالو عند العائلة ليبارك لهم العيد. كاين اللي كيعيد رفقة العائلة ديالو كذلك، وما أحلاها أجواء رفقة الأم والأب إلا كانوا طبعا باقيين في الحياة وديك اللمة وداك الجمع. فهذيك هي كما كنقولوا الحلاوة ديال العيد، هي ديك اللمة وداك الجمع اللي كيكون وديك الجلسة الطريقة المغربية بتقاليدها بالضحك ديالها بالتقشاب بالقلوب صافية طبعا. فمشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي الحمد لله ملي هاد المناسبة وهاد المناسبات كيجمعوا الحمد لله الشمل وكيجمعوا الجمع المغربي، وعدد من الاسر المغربيه مازال ثابته في هذه العادات هذا، حتى اللي كاعي حتى اللي مخاصم كاع ومقلق، فكتجي هذه الوقيته ديال العيد الى العمات والخالات وكل واحد شحال كي وكتكون فيها المزايده وفواحد الاجواء اللي هي يعني صراحه توحشناها، ولو انها راه بدات كتنضاصر شويه شويه في ظل هاد المتغيرات ديال الحياه اللي كنعرفوها مشاهدينا، والغلاء وزيد 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 ومجموعه ديال الاشياء اللي عرفناها، وكذلك الناس مشات للفردانيه كما كنقولوا، الناس بدات كل ولا باغي يعزل راسو، كل ولا باغي يعيش اجواء راسو، فهاد الحويجات حتى هما كان عندهم تاثير مشاهدينا. ولكن الاصل يعني وصراحه هنا بمدينه مكناس بقى واحد الحويجات اللي نقدروا نقولوا ما بقاوش في مدن اخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فكما كتشاهدوا معنا فالمدينه خاويه في هذا الاثناء، والجزاره الان كنشوفوا عدد من الشباب وعدد من ابناء الاحياء الشعبيه طبعا ولاد الشعب اللي كيعرفوا وعندهم يعني درايه بالتقنيات ديال الجزاره، فاليوم كنلقاهم يعني حتى هما كيشتغلوا حتى هما كيخدموا. كاين الناس اللي ما على حساب الله يحسن العوان، كاين الارامل، كاين يعني الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كيبغيو جزار يذبح ليهم ولا يكمل ليه غير الصلاه. كتلقى مثلا ان مول الدار مثلا ولا رب الاسره كيقوم غير بالعمليه ديال 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 الحيره، وكيكمل الجزار كيكمل العمليه يعني لا الصلاخه والمسائل وداك الشيء اللي خاصو. كاين اللي صحيحه على قد الحال، فالمهم هو انه الهديه تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود منها وهذا هو الاساس من هذه الشعيره الدينيه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وهذا الفرد اللي اليوم فهو الحمد لله بالرغم من داكشي اللي شفناه وداك التدافع وشفنا داك يعني صراحه واحد الفتنه اللي كانت قبل من هذا العيد هذا، اللي صراحه اللي شفنا فيها بعض الصور اللي مرضاتنا صراحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وفي الرحبه بكينا كاع مع بعض الناس، والله الا بكينا من القلب، لانه الناس يعني عدد من الناس كانت يعني لقات مشكل كبير في انها تقتني اضحيه العيد في ظل الغلاء وفي ظل ما قام به المجزره اللي قاموا بها الشناقه هذا العام يعني. وهذا يعني وهذه هي سؤال مطروح على الجهات المسؤوله والجهات المعنيه، يعني واش غنخليو الباب مفتوح لهاد الفئه الراس ديال 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 هاد ديال هاد البهيم؟ وعلاش اخويا ما دارش ديك الطانقه اللي كدار ليه في ودنه؟ يدار معاه واحد الرمز ديال الكساب، وذاك الكساب هو اللي لقاو عنده لاكار
ويدار ليه واحد البادج ونلقاوه في الرحبه. وملي غادي يجي الا غادي نعرفوا ماشي غنلقاو البهيمه نبيعوها بثمانيات المرات. وولا الكساب كيبيع الجمال والجمال كيبيع الجمال الاخر والجمال الاخر كيبيع الشناق والشناق تعوت هذاك الشناق وفيهم وفيهم فيهم شناق اللي كيشري 50 وشناق اللي كيشري 20 وكيبقى كيشري 50 وكيبقى يدي طيها حتى كيبدا يبيعها بالواحد بالواحد. وهذه مجموعه من السلوكيات ومجموعه من الاساليب اللي اليوم ضرات المواطن البسيط ووصلاته للجيب وقهراته بهذا المعنى ديال قهراته. لانه ماش تشوف راجل هو وليداته ولا تشوف امراه الله يحسن العوان فام ميناج ولا خياطه ولا فاش ما عطى الله خدامه كترزق الله على وليداتها جايبه معها 60000 ريال 50000 ريال وما قادراش تقتني وضحيه العيد ولا راجل كذلك. فصعيبه باش نخليو لواحد الناس انهم يربحوا 30000 40000 50000. فكما شفنا في بعض الفيديوهات كاين اللي ما عارفش راسو حتى شحال خاصو يربح كاع، كاين داك الثمن خالعو، هو قايل الثمن وخالعو، هذاك اللي كيبيع قايل الثمن ومخلوع منه ما متيقش راسو راه غيبيع ب 110 ولا هو كيقول كيشوف ديك البهيمه اللي في يده راه ماشي ديال 110. فعيب عيب زعما. وهذا زعما صراحه باش نكونوا واضحين، ان دل على شيء فهو كيدل على داكشي اللي كنا دوينا عليه ديك النهار. راه مستوى القيم والاخلاق عندنا راه زعما راه الله يحسن العوان، راه ما كندويوش لا على شباب ولا على دراري صغار، راه كندويو على رجاله كبار، كندويو على ناس اللي زعما ناس بعقلها البعض ما غنعموش، لانه كاينين الناس اللي كاينين كسابه، كاينين بياع وشرايا تجار اللي عاونوا الناس باش ما نعموش، لانه التعميم من لغه الجهلاء. كاينين كسابه اللي عاونوا الناس، كاينين كسابه اللي رضاو غير بالقليل، ولكن راه الاغلبيه راه لا حول ولا قوه الا بالله، على اساس انه هاد السنه راه داكشي اللي كان غيحقو هاد السنه كان غيحقق ليه الغنى الدائم، انه العام الجاي ما غنلقاوش يبيع في الحولي، غنلقاوه زعما كيبيع في شي حاجه واقيلا غادي يولي يجيب ايفونات ولا ما عرفتش غيولي ما والله العظيم الا زعما قاطعين يدو من رحمه الله زعما وكيحلف على الحاجه والحلف زعما شي حويجات اللي زعما الله يهدي ما خلق والله يسمح لهم. هذا اللي غادي نقول لبعض الناس لبعض الشناقه ولبعض التجار، الله يسمح لهم اللي بيع المراه نعجه حامله الله يسمح ليه. اش غيقول لمولانا ها العيد سالا وها كلشي داز وكل دا رزقه، غير باش نكونوا فاهمين راه حتى واحد ما مشى بلاش، الحمد لله ربي كل عطى رزقه كل دا اللي مكتب ليه الله باش نكونوا فاهمين. والعيد راه كما كنقولوا كيبقى سنه اللي هي سنه مؤكده، ان قام بها الانسان وعمل بها ودارها بشوب يعني بالشكل اللي خاصها الدار وكبرها وزاد وعطاها الحق ديالها يؤجر، ما وصلش ليها ما استطاعش فلا لا 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 لا, لا حرج عليه. فهنا الناس خاصها تفهم هذه المساله، وحتى هذه المساله ديال انه نتزايدوا على بعضياتنا ونبانوا على بعضياتنا. كاين بعض الحويجات اللي وصلت زعما يعني بعض الازواج اللي لقاو روسهم يعني محرجين مع الزوجات ديالهم، كيدي مسكين الحولي شاري ب 70 ولا ب 80 كتقول ليه المراه لا راه ما عجبنيش، اش خليتي الاولاد ما يقولوا اش خليتي. يعني كاين ماشي كلشي ما غنعموش، كاين النساء اللي شريفات وعفيفات اللي قالت الراجل ما عندنا ما نديروا به حنا كاع ما بلاش، كاين الناس اللي قال لك بلاش وبكل قناعه وبكل. فعيد مبارك سعيد على العموم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كيبقى العيد داز كما كنقولوا بكل بهذا الشيء كامل ديالو، والصوره اللي ما يمكنش انه ما نقولوهاش مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي وحزات في النفس هو هذه السنه، هو انه بعض الناس لاحظنا وهنا كما كنشوفوا الدراري بداو يعني كيشويو الان تشواط ديال الريوس، وهذه بعض المظاهر اللي كنشوفوها في العيد الاضحى. نعم خويا بلال العمري، نعم سيمو خان تحياتي دائما معنا على المباشر. فكما قلت فبعض الناس اللي يعني الله يحسن العوان كاين اللي يعني تجمعوا وتشاركوا باش يديروا الحولي، كاين يعني مجموعه ديال الناس مجموعه من المظاهر اللي شفناها ديال التكافل ديال التضامن. كما قلنا الان كنشوفوا هما الدراري بداوا الان يعني التشواط ديال الريوصه اللي كنتمناو انه نحافظوا على البلاصه ملي نساليو ونشوطوا ونساليو ونخليو البلاصه نقيه حفاظا على البيئه حفاظا كذلك على الشوارع ديالنا. بالنسبه لنا هنا في مدينه مكناس
الدراري خوتي راكم عارفين الواقع، عارفين اش واقع. حفاري اكثر منا، اكثر من عدد ساكنه المكناس، فردوا معنا البال. الله يرضي عليكم، بعدوا من دوك الحفيرات، خليهم غير هكاك على ما بداو يصوبوا فيهم، على ما جات الجماعه قادتهم في انتظار. فنحافظوا كذلك على النظافه ديال الشوارع ديالنا. بقى عندنا عدد من التغطيات مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، ونتابعوا معكم الاجواء ديال عيد الاضحى. مراد نجار تحياتي اخي، وعيد مبارك سعيد علينا وعليك وعلى كل افراد الشعب المغربي، واهله الله علينا وعلى امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس والاسره العلويه الملكيه الشريفه باطيب المتمنيات مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يعيد علينا هذا العيد بكامل الصحة وموفور الصحة والعافية طبعا لكل أفراد هذا الشعب المغربي العزيز، وكذلك لا أنسى الجالية المغربية أينما كانت وأينما تواجدت في كل بقاع العالم. عيدكم مبارك سعيد، ونحن في اتجاه برج مولاي عمر، ومرينا على مجموعة من الأحياء مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. تحية وعيد مبارك سعيد البرجاوة، وكذلك عيد مبارك سعيد لكل ساكنة مكناس، كذلك الناس ديال سيدي بابا، الناس ديال سيدي بوسكري، الناس ديال المدينة القديمة، وكذلك ساكنة حي البساتين وعيسلوكي وحمرية، وكذلك الناس ديال بلاص دارم، ولا أنسى الناس ديال قصبة هدراش وأكدال وويسلان وناس ديال تولال وسبعيون وزيد وزيد. فشكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي. هذه هي الأجواء هنا بالعاصمة الإسماعيلية. كاين اللي خرج قهوة كذلك، وكاين اللي خدام كيترزق الله هذا النهار هذا. كما قلنا عدد من الجزارة للآن كيشتغلوا، وكي يعني كيكون هذا اليوم فرصة أنهم يعني يخدموا ويوفروا مدخول إضافي كذلك، وكذلك يساعدوا الناس اللي ما كيعرفوش أنهم يقوموا بعملية ديال الذبح وهذه العمليات المرافقة للعيد. شكرا لكم، كان معكم منير معطاوي من مكناس، وحنا معكم من مدارة أو قدام سينما الملكي بمكناس. هذه هي الأجواء هنا بالعاصمة الإسماعيلية. أشكركم وإلى اللقاء، عيدكم مبارك سعيد.